السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نكمل حل ملحق كتاب 5 ستارز للصف الأول إعدادي الترم الأول عام دراسي 2025 المنهج الجديد. نحل إن شاء الله تيست أون يونت 1 من الملحق صفحة 6 إن شاء الله. السؤال الأول هو نص استماع. السؤال الثاني المحادثة فرح وجانا. هنا الجملة فرح and Jana are talking about a museum. فرح وجنا بيتحدثوا عن المتحف. Where did you go this summer؟ أين ذهبتي هذا الصيف؟ يبقى كده راحت فين؟ المتحف المصري. حتى بلت من هنا the Egyptian Museum المتحف المصري. يبقى دول I قالت لها طيب غير بس الخط. سألتها سؤال تاني قالت لها I went there with my family. لما الاقي with موجودة وبعديها عاقل بخلي with دي في اخر السؤال خالص وبسأل be who. يبقى who هو يعني من للعاقل. يبقى who did you go with، مع من ذهبتي. ممكن نقول برضو with who did you go، مع من ذهبتي. سألت سؤال تاني قالت لها I saw a lot of statues there. أنا شفت كثير من التماثيل هناك. يبقى كده ماذا رأيتي؟ ماذا يبقى what. يبقى what did you see there، ماذا رأيتي هناك. بعد كده قالت لها how do you go there، كيف ذهبت هناك. كده عايز وصلت المواصلات. بعد كده what do you think of it، يبقى كده محددتش. يبقى كده مثلا تقول boy باي بوس بالاتوبيس مثلا باي كار باي مترو كله ينفع. What do you think of it، ما رأيك فيها. يبقى مثلا it was nice مثلا عادي. رأيك، رأيك متروك. لو قلت boring مملة ما رأيك برضو مش تفرق يعني. لو قلت مثلا beautiful جميل برضو رأيك. Beautiful جميل اي حاجة من دول ان شاء الله ينفع. طبعا لو انا مكانهم هقول it was boring كانت مملة، ده رأيي. بعد كده ال نكمل ب ثلاث كلمات ولا اربع كلمات من خمس. عندي بانك ضفة النهر او بانك. ancient يعني اثري او قديم. modern يعني حديث او عصري. writing يعني كتابة. years يعني سنوات. The temple of Edfu the temple of Edfu is an space Egyptian temple. هنا معبد إدفو هو معبد أثري مصري. يبقى ancient number one. The town of Edfu is on the west. المعبد مدينة إدفو موجودة في الغربي في الضفة الغربية. يبقى two bank. بعد كده the temple is about 2250 years. بقاله 2250 سنة. The space on the walls helps. طب هنا عندي the walls اللي هي الايه الحائط اللي يقعد عليها يبقى الكتابة writing. يبقى writing رقم 4. بعد كده ال passage الفقرة. My name is وائل، اسمي وائل. I am 13 years old، انا عمري 13 سنة. I live with my family in Giza، انا بعيش مع اسرتي في الجيزة. Where every day I get up at half past 6، كل يوم انا بصحى الساعة 6:30. My mother is a housewife، والدتي ربة منزل. She spends all her time cooking and cleaning the house، بتقضي وقتها كله في الطبخ وتنظيف المنزل. أميرة is my sister، أميرة هي أختي. Her favorite food is fish، طعامها المفضل هو السمك. We have the same hobbies، نحن لدينا نفس الهوايات. We like swimming، احنا بنحب السباحة. We go swimming every Friday، نذهب إلى السباحة كل يوم جمعة. The swimming pool isn't far from our house، حمام السباحة ليس بعيدا عن منزلنا. I like swimming because it's fun، أنا أحب السباحة لأنها ممتعة. When I swim، عندما أسبح. I feel really happy، أنا بشعر بالسعادة حقا. بعد كده السؤال الأول في الاختيارات. The passage is about، الفقرة بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن عائلة وائل. يبقى وائل's family. الإجابة letter B. السؤال الثاني. The underlined word she refers to، ضمير she يشير إلى إيه؟ يبقى كده لازم أرجع تاني للضمير she أهيت. بس على الجملة اللي قبليها ألاقي my mother is a housewife، والدتي هي ربة منزل. She is بندس هي تقضي. يبقى كده بنتكلم على مين؟ على mother. يبقى she تشير إلى الأم. يبقى his mother. الإجابة letter C.
السؤال الثالث: the swimming pool is space وائل's house. حمام السباحة بالنسبة لمنزل وائل ايه؟ near، قريب، لأنه قال مش بعيد، يبقى كده هو near، قريب. what time does وائل get up؟ بيستيقظ امتى وائل؟ نرجع للفقرة تاني اهي، يبقى هنا half أو at، على طول نبدأ ب at، at half past six، 6:30. what's أميرة favorite food؟ ما الطعم المفضل لأميرة؟ السمك. her favorite food is fish، طعمها المفضل هو السمك. why do you think وائل likes swimming؟ لماذا وائل يحب السباحة؟ لأنه قال إنها ممتعة، يبقى هو he likes swimming، بدل I like هتبقى he likes. he likes swimming because it's fun، أو أبدأ من هنا على طول because it's fun، لأنها ممتعة، ودي برضو مختصر أفضل يعني. بعد كده أسئلة الاختيارات: I took part a project last week، it was great fun، يبقى I took part in، أنا اشتركت في مشروع الأسبوع اللي فات. it was great fun، إنه حقا ممتع، أو إنه ممتع جدا أو رائع جدا. السؤال الثاني: space are the people you play against in a competition، هم عبارة عن الناس اللي انت بتلعب ضدهم في المسابقة، يبقى كده opponent اللي هو الخصم، الإجابة letter A. السؤال الثالث: means success، معناها النجاح، كلمة نجاح، يبقى أنا عايز كلمة بتساويها هي victory اللي هو انتصار، الإجابة letter B، لأن voluntary يعني volunteer يعني يتطوع أو متطوع، و dreams يعني أحلام، و failure يعني فشل، يبقى victory انتصار. السؤال الرابع: this question is Swiss based، I can't answer it، هذا السؤال هو ايه جدا لا استطيع ان اجيب عليه، هل هو كده يبقى easy سهل، ولا difficult صعب، ولا nice لطيف، ولا good جيد؟ يبقى difficult صعب، الاجابة letter B. السؤال اللي بعد كده: last Monday، يوم الاثنين اللي فات، we spent a nice day in الازهر بارك. الاحظ هنا عندي كلمة ايه؟ last بتدل على الماضي، يبقى كده عايز ماضي تصريف ثاني، التصريف الثاني من have هو had، الاجابة letter D. يبقى last Monday we had a nice day in الأزهر بارك، قضينا يوم رائع في حديقة الأزهر. السؤال السادس: مستر محمد was born 2 August 1979، أستاذ محمد ولد في 2 أغسطس أو الثاني من أغسطس عام 1979، كده أنا بتكلم على اليوم مش بتكلم على السنة، طالما بتكلم عن اليوم وفي التواريخ وبدأت بيها باخد on، لأن on بتيجي مع كل الأيام. لو شلت مثلا 2 اوجست يبقى هتبقى ان اوجست، لان برضو الشهور كده كمان بتيجي مع ان. بعد كده اسئله التصحيح: هنا واز يو، هنا واز ما بتجيش مع يو، انما اللي بيجي مع يو هي وير، يبقى وير يو ان ذا بارك يسترداي، هل انت كنت موجود في الحديقه العامه امس. السؤال الثاني: هاو ميني ديد يو فيزيت يور جراند بيرنتس لاست سمر، هنا هاو ميني لا، هي عايز يقول كم مرة انت زرت اجدادك الصيف اللي فات، يبقى هاو اوف. بعد كده السؤال الثالث: I always enjoy swimming in the pool when I was young، when I was young عندما كنت صغير، كده بتكلم العادة في الماضي، يبقى الماضي برضه، يبقى enjoy هخليها enjoy، يبقى I always enjoyed swimming، كنت بستمتع بالسباحة، in the pool في حمام السباحة، when I was young عندما كنت صغير. well didn't meet me next week، لا didn't بتدل على الماضي، فأنا عايز كلمة بتدل على الماضي مع كلمة week، يبقى last week اللي هو، يبقى كده well didn't meet me last week، لم يتقابل معي، معذرة مش وائل، وليد، لم يتقابل معي وليد الأسبوع الماضي. تمام، هنا your last summer vacation موجود إن شاء الله، هتلاقوها كتير على اليوتيوب، اللي هو اجازتك الصيفية الماضية. شكرا والسلام عليكم.